اول خطوة او اول مرحلة هي احصل على الكافيين تبعي، وهلا اتس بشكل الماتشا جرين تي، لاحظت انه بتعطيني نوع من الطاقة المستمرة. صباح الخير، معكم ماي رايدي، واليوم انا ما ويت لحالي، وعيت مع هاربرز بازار اراديا، رح فرجيكم شو هن المستحضرات يلي بستعملهم تاهتم ببشرتي، وكمان البرودكتس يلي بستعملهم تاحصل على ماي ديلي ميك اب روتين، وبشكل عام شو بعمل كل صباح قبل ما بلش نهاري. نغسل وجهنا، بستعمل افان او ترمال كلينانس، جل نتويانت، جل بغسل الوجه. كتير مهم لانه نحنا بس نكون نايمين اكيد بيكون في غبرة او بكتيريا من المخدية او من التخت، فبيسكر البورز، سو كتير مهم انه نغسل وجهنا. سو بعد ما غسلت وجهي كتير منيح، عندي نصيحة صغيرة بحب اعطيكم اياها، او سر اذا بدكم. بغلي مي عشية وبحط فيه بيبونج، وبعدين بحطه بالفريزر وبيطلعوا these cute تلج. بحب استعمله ك natural primer لأنه البرود تبع التلج بيصغر البورز، والبيبونج بيروق إذا البشرة شوي حساسة، وخاصة كتير بحب استعملهم تحت العين. Next step هي الخلطة الغريبة العجيبة يلي بحب استعملها تحت العين. So بستعمل اول شي الجلوسي بابل راب، فيني استعمله تحت العين وكمان على اللبس. So it's like بيعطي هيك effect plumpy. Okay. وبعدين فوقه بحب استعمل this Lancome Genifique، لانه الابليكيتر كمان بيعطي نوع من ال نايس مساج للعين، خاصة بس نوع it's like. So next step هو هيدا السيروم يلي كتير بحبه، by Dior Glow Booster. أنا مش بس بحكي، بفعل أصلاً. شوفوا قدي بعد فيه very little. So خلينا نحط، عن جد بيعطي glow كتير حلو. بستعمله كمان عشية قبل ما نام. So I like to put هيك بين بال. هلا رح ننطلق على أهم 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 product بالنسبة لإلي كفارماسيست، كخريجة صيدلة. الصنسكرين أنا بستعمل ستافيل oil free moisturizer، it's a lotion with SPF 30، وبحط على كل وجهي وكمان على النك. وكتير مهم نحط الصنسكرين كمان نحمي حالنا من الشمس، وهو السبب الأساسي يلي بيعمل الأيجينج. اوكي سو هلا بفتكر انه فينا ننطلق على مرحلة الميك اب بعد ما اهتمينا بالبشرة تبعنا. سو انا بحب استعمل فاونديشن Forever Skin Glow by Dior number 2.5، بحب استعمله بالصيفية، بغمق شوي الفاونديشن تا يناسب لون البشرة. next الحواجب بحب استعمل بسام فتوح شارو بنسل، لأنه كتير رفيع البن وبيعطي لوك كتير ناتشورال. next up كتير حابة هالفترة استعمل النيو كريمي Fenty Beauty and Matcha Biscuits to give a nice contoured sun look. So let's try.
Next up, كرميل الماسكارا. I use the Dior Overcurl Iconic. تتحب هالماسكارا تعطي effect overcurl. So يمكن في كتير منكم مستغربين اللي عم بستعمل الماسكارا هلا، بس لأنه كل ما حط بيطلع لي هيك نقط، فبعدين بحط another layer بعد ما أعمل الآي ميك اب. Next up هو الكريم بلاش by Fenty Beauty Cool Berry. كتير عم بحب consistency تبع كريم بلاش. حب استعمله كمان على الشفايف شوي، بيعطي هيك a nice color. كرمال اي شادو بستعمل تارتلات ان بلوم، وراح اعمل a nice base flower child، حطه على كل العين. إذا لاحظتوا عم بعمل شغلة وين عم بعمل alteration بين فوكس على الحواجب، ماسكرا عيون، وبعدين على البشرة، تأعطي مجال لكل product يصير أكتر incorporated. بتمنى أنه حبيتوا my video، وأهم شي استفدتوا. تأكدوا أنه تسجلتوا you subscribe to Harper's Bazaar Arabia. تعملوا لايك لهيدا الفيديو، وبتمنى لكم نهار سعيد. انا لازم امشي.